التجربة رقم اتنين أو التجربة الأخيرة اللي قدامنا هي تجربة برضه تصادم يا جماعة، بس المرة دي هنعملها at different places. الطالب المفروض هيخش يبقى عارف يشتغل على نفس الماس زي التجربة اللي فاتت، ولا هيحط ماس ثانية على الجسم هنا يبقى different masses بالمنظر اللي قدام حضراتكم ده. طيب إيه الهدف من التجربة؟ أنا مش هقول المكونات تاني، نفس مكونات التجربة المرة اللي فاتت اللي هو الفوتوجيك والفوتوجيك والعربيتين والبلاور أو الإير بامب، الإير بامب اللي هي ضغط الهواء. لا أنا هقول الهدف من هذه التجربة هو برضه إثبات قانون بقاء كمية الحرارة، اللي بيقول إن إم 1 في 1 زائد إم 2 في 2 بيساوي إم 1 في 1 داش زائد إم 2 في في 2 داش. طيب المرة دي الكتل غير متساوية، بس لو احنا لاحظنا هنلاقي ان الكتله ديت اسمها ام، اما كتله الجسم الثاني 2 ام، ام 2 ام، فالام هتطير مع بعضيها فيبقى قايل ان الفي واحد. طبعا الجسم الثاني هنخلي سرعته بصفر لان قبل التصادم هيبقى واقف، الجسم الثاني هيبقى سرعته بصفر زي ما هنشوف بعد شويه. في واحد داش زائد الفي 2 داش. انا عايز اقول معلومه مهمه جدا، التجربه دي غير اللي فاتت، اللي فاتت كان بيحصل تبادل الطاقه فكان في جسم متحرك وكان جسم ساكن، ف الجسم اللي كان متحرك بيقف والجسم الساكن بيبدا يتحرك. لكن هنا انا لو عندي جسمين بيخبطوا في بعض والديفرنت ماسز موجوده، فالجسم ده ساكن فده بيخبطه فده يتحرك يمين وده يرجع تاني، فلاحظ ان في واحد داش وفي 2 داش، علشان كده هنلاقي ان في واحد داش موجوده.